أنا هلأ رايحة، ما رح أرجع، على الأغلب نام عند رفيقتي. قبل ما أمشي بس حابة صلح سوء التفاهم، آسفة إذا زعجتك. أي سوء تفاهم هاد؟ الأستاذ كمال مديري، وأنتوا فتحتوا لي بيتكن، وكمان استضفتوني بيناتكن، مشان هيك أنا مستحيل أعمل شي ضايقكن. وإذا غلطت بشي تصرف فأنا بعتذر. برأيي ما في داعي نحكي بهذا الموضوع، هيك حديث ما في نتيجة منه. بتفهم ردة فعلك، أي مرة بتغار على زوجها، بس لازم تعرفي إنه علاقتي بالأستاذ كمال علاقة شغل. ماني مصدقة ولا كلمة منها. هات لشوف. خبرني اللي يا أمير، إمتى ناوي تعمل العرس لبنتي؟ إذا بتجي لإلي أنا بدي بأسرع وقت، ما بدي تأخير، وإذا نحن استعجلنا بالتحضيرات منلحق على آخر الأسبوع. وعلى شو مستعجل كل هالقد؟ دخيلك اعمل يلي بدك إياه، بس لو أفهم على شو طاير عقلك فيها. وأنا كمان معك بالفرح وعمل الخير، لازم نستعجل وما نأجل أبدا. إيه فعلا، خلونا نحدد موعد العرس بأقرب وقت، وبصراحة بلا ما يصير مشاكل ويدخل الشيطان بيناتهم. حددوه بآخر الأسبوع وأنا بساعدكم بالتحضيرات، لا تقلقوا كلياتنا معكم. يا سلام، كتير متحمسة. خليني أقوم ساعده. أول مرة تزوجتوا كان في ظرف وما فرحتوا ببعض، بس هالمرة رح يصير كل شي على الأصول ورح تفرحوا ببعض إن شاء الله. بتفهم ردة فعلك، أي مرة بتغار على زوجها. شو اللي عم بعمله أنا؟ لازم أرجع لوعيي. كنت دائماً أنتقده، بيتدخل بشغلات ما له علاقة فيها، بس هلأ أنا عم بعمل مثله. قلت لها ليونجا هذا زوجي وغرت منه، الحمد لله أنه كمال ما سمع. مستوعبة؟ متزوج وبيكون زوجي. أكيد عاملة حالة غيرانة مشان يونجا ما تشك فينا، مو معقول لتكون غارت. لازم لاقي طريقة لأتأكد. ها، بدي أسألك، أمير مو أكل ولا لقمة من صحنه ومانو جوا، بتعرفي وينه؟ هو برا. طيب رح شوفه ليش طلع. انت فوتي هذا الصحن لجوا حبيبتي. تكرمي.
أمير؟ شو عم تساوي؟ كنت هربان لتلحقيني لهون. تعي بدنا نروح. شبك أنت بوعيك؟ ما فهمت كيف يعني بدنا نروح وهن جوا؟ طولي بالك، شغلتنا سريعة ما منتأخر. يلا. لا بدك تقلي لوين. لا تسأليني ولا سؤال، تعي معي. شو يلي خلاني جن وإلا هالكلمتين؟ لو هو سمعني كنت انفضحت. فآه نارين آه، شو هالتصرف المولدان؟ أنت لحالك؟ راحت يونجا؟ راحت. رح ترجع متأخرة؟ وأنا شو بيعرفني؟ قالت يمكن تضل عند رفيقتها، ما بعرف يمكن ما ترجع. خير، هلأ بدأ إلا لأطمن. ايه أهم شيء تطمن عليها لأنها بنت صغيرة، رجعت أو لا أنت شو فارقة معك؟ لوين؟ بدي أعمل قهوة. ممكن تعملي حسابي معي؟ بهذا الوقت بدك تشرب قهوة؟ إيه، وين المشكلة؟ المنظر بجنن. حلو، بياخد العقل. يمكن هلأ عم تسألي حالك شو سبب وجودنا هون. لا أنا معك ما بسأل ولا سؤال. وأنا معك بنسى كل يلي بدي أقوله. لما بكون جنبك بحس حالي بعالم نظيف ودنيا تانية. وجودك بحياتي خلاني أعيش من جديد. لما أطلع بعيونك بيرجف قلبي، وأنا بدي أعيش بس لحتى أشوف هاي الضحكة بعيونك. أنت جاهزة؟ خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. ماني مصدقة. هاد كرمالي.
مشغول بالي على ريحان، لهلأ ما اتصلت. معقول صار شي مشكلة؟ ليش المشكلة؟ بتكون ملتهية بس. ما قدرت تكون جنب رفيقتي بأحلى يوم بحياتها. مثل ما حكينا، إذا اجتمعنا مع جاهدة أكيد رح يتكركب الجو ويتوتر، وأنا ما بدي أوتر حدا منهم، خاصة أمير وريحان. هذا أحلى يوم بحياتهم. يلا بسيطة، المهم ريحان تكون مبسوطة ويمرق هالنهار على خير. أنا متفائل، حبهم لبعض رح يخليهم يكملوا، تجاوزوا مشاكل أصعب من هيك. ما في شي بيفرقهم إذا الحب موجود. ما بعرف أنت شو رأيك. هنن ما كانوا بيعرفوا بعض أبدا، وكل واحد منهم كبر ببيئة مختلفة. كانوا غريبين عن بعض بكل شيء، بس هلأ هنن عشاق. بهالحياة ما في مستحيل، والحب ما بيوقف بوشه أي اختلافات. هذا الحكي مو دائما للأسف، ريحان وأمير استثناء. عجبه؟ هاد مثل الحلم، تاخد العقل. شوف الألوان، كل هاي اللمعة ولا شيء قدام لمعة عيوني. حاسس قلبي قد هالدنيا كلها، في حب بيكفي الكون، قلبي عم يرقص من الفرحة. طول ماني عايش معك هاي الضحكة رح تضل على وشك، وما في شي رح يخليها تختفي. ما رح اسمح لحدا يزعلك، واللي بيقرب عليكي رح يدفع الثمن، ومين ما بده يكون يكون. لا تقل لأمك أي كلمة داي، أوعدني هلأ. مشاني نحن ما بدنا نعمل مشاكل، خلينا نبدأ هالصفحة الجديدة على رواق وننسى كل يلي مرقنا فيه. شو هالمستوى هاد؟ أنا آخرتي انزل لهالمستوى؟ لا، واتفقوا كلهم وعملوا جبهة ضدي وعم يتغامزوا علي، بس بسيطة مو مشكلة، بسيطة. استنوا شوفوا، مو جاهدة تار هون يلي بتنجبر على شي وبتنهان. جيب لك السيارة ست جاهدة؟ حابي ترجع على البيت هلا؟ ريح حالك. بدك تستني سيد أمير ليرجع يعني؟ لا، بدي روح لحالي، ما بدي استناهن. انت استناهن للصبح اذا بدك، يلا رجع على السيارة روح. انا بفرجيكن، ولو تجوزت ابني وحتى ولو صارت من عائلة تارهون كمان،
رح تضل بنظري الشرشوحة خدامة القصر، ما في شي رح يتغير، مستحيل. كل مرة بندم بعد ما خبص بالحكي، عن جد شو صاير لي؟ بحكي وبندم على اللي قلته. بعدين غريب، شو قصته هو كمان نازل فيني سؤال ورا سؤال، جنني كأنه عم يختبرني. ما في شي بيفرقن إذا الحب موجود، ما بعرف أنت شو رأيك؟ وعوافي. في غلط. عفوا؟ ترتيبهم غلط. لا تواخذني. كمان غلط. مو هون مكان اللبن. بعتذر من حضرتك. هذا كله بسببك، بسببك رح يرجعوني على بلدي. هلأ بترجعك لاقي لي حل مشان ما يرحلوني. عادي، لحتى نعرف نكمل شغلنا. بأي تاريخ فتي على البلد؟ كرمال الله، ليش ما عم تفهمي علي؟ ما معك إقامة، بكل الأحوال رح يرحلوكي برات البلد. طالما بدك تقعدي كل هالفترة، أحسن لك لو قدمتي على الإقامة، على القليلة قدمتي طلب لجوء. تتزوجني؟ مو معقول. لا، شو هالجنان؟ بعدين أنا أمي وين لهلا؟ صار لها زمان طالعة، يعني لوين بدها تروح؟ سفر قلها بوصلك، بس هي ما قبلت، حملت حالها ومشيت. على فكرة الطريقة يلي تصرفت فيها الليلة أبداً ما أنا مقبولة. ما بعرف، يمكن تكون راحت لأنها خايفة تواجهك، قال بتتركك لبين ما تهدى. إيه طبيعي تخاف. شو هذا العقد يلي جابت ليها؟ كل ما تذكرت يلي عملته بحس حالي رح جن. طيب أمير اهدى شوي، ما في شي ما بينحل. خير، ما في مشكلة. وين ما راحت آخر شي بدها ترجع، وقد ما هربت رح واجهها واسألها ليش هيك عملت. حبيبتي، انتي ما اكلتي لقمتين، هيك بدي ازعل منك؟ عندك كتير شغل لازم تاكلي لتتحملي. والله اموري تمام وشبعت، لا تاكلي هم. انتي من فرحتك ومن حماسك لا عم تاكلي ولا عم تشربي. ها، وهي اجا شخص تاني مثلك متحمس وفرحان مثلك واكتر، ما صدق طلع الصبح. وقفي، لا تفتحي له، استني شوي، لا تفتحي فورا، خليه يستنى معلش مشان يتحرقص. ايه
رح افتح له حرام. طبعا ما عندك صبر، ما صدقت طلع الصبح واجيت لعنا ركض. خفت تكونوا لسه نايمين. في حدا مثلك ما نام ابدا. انت جاهزه نمشي؟ اها. استنوا لحظه. ليش؟ ليش؟ ليكون ممنوع نطلع مع بعض؟ لا حبيبي، ليش ممنوع يعني؟ خلص خطبت وما عاد حدا بيقدر يمنعك. لا تخاف، مو هيك. بس سمي قبل ما تطلعي لتكون بداية خير عليكي. تمام، فهمت عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحميكم من العين، ما شاء الله. الله يخلي لنا اياكي. تسلم، الله معكم. استني دقيقة، بدي أسألك. مشان ليلة مبارح صح يلي قالته؟ أنت ما نمتي؟ وش الصبح نمت شوي. وأنا كمان ضليت عم فكر فيكي لوش الصبح. نمت ساعة أو أقل وشفتك بمنامي كمان. شو يلي شفته؟ شفت عرسنا. كنتي لابسة فستان أبيض بياخد العائل، طالعة بتجنني مثل العادة. وكان عرسنا على شط البحر وماسكين إيدين بعض وعم نركض على الشط ونحن حافين. حلو كتير هالحلم، مثل الحكايات. كنا بعاد عن الزحمة وعن عجقة كل الناس. ما فينا نعزم الناس على عرسنا ونهرب ونتركهم، ما هيك؟ تفضلي، في مكان كتير مهم لازم نروح عليه. يلا بلا ما نتأخر. لا مستحيل، الشيء اللي عم تفكري فيه ما بيصير. خالص انسي الفكرة. انت بس قلي اذا رح تساعدني ولا لا. هي اللي بدي اياه منك انك تساعدني لأطلع وتأمن لي مكان ابقى فيه كم يوم. ما رح سبب لك مشكلة، وعد. انا مو مشاني، مشان عيلتك وأخوكي. قديش رح يخافوا عليكي لما تختفي هيك؟ هذا الشي بيخصني. عم تنتقمي منهم لأنهم خبوا عليكي؟ ما بصير تزعلي، هنن عملوا هيك كرمالك. هذا ماله سبب، أنا من حقي أعرف كل شي عم بيصير. قرر إذا بدك تساعدني، وإذا ما بدك قلي لدبر أموري، لأني رح أهرب بكل الأحوال. هاي أمير إجا بلا ما يشوفوني، بيجي لعندك بعدين. لا تعملي شي من راسك، استني خبر مني لو سمحتي.
أيوة هي القهوة صارت جاهزة، خير لوين رايحين؟ شكراً كتير فخرية، نحن رايحين عند ريحان نساعدها بتحضيرات العرس. نيحي وأخيراً سمعنا أخبار حلوة. الله يحمي كل اتنين بحبوا بعض وما يفرقون عن بعض أبداً. رح طالع السيارة من الكراج. ليش للطالعة أنت؟ ما فهمت، ناجي وينه؟ ناجي طلع أخذ إذن، قال عنده شغلة. وكأنه ضيفتنا راحت؟ اي نعم، مبارح قالت رح تبقى عند رفيقتها. مو مريضة المفروض، المريض ما بيكون قدران يقوم. بعدين طالما انه عند رفيقة ليش ما قعدت عندها؟ ليش لحتى تبقى هون؟ ما بعرف، شو بيعرفني انا؟ ايه هو سؤال. يلا ما رح ضيع لك وقتك واخرك، يلا روحي سلمي لي عليهم كتير وباركي لهم كمان. تفضلي يلا، الله معك. إيه عادي، أنا بشرب القهوة. فيك شي؟ مبين كأنك متضايقة. ليش لحتى أتضايق؟ ما في شي بضايق. ليش في شي صاير وأنا ما بعرفه؟ غير إنه بابا مانو منيح مثل ما قلتلي. بابا كان عم يموت وهلأ هو مشلول. حبيبتي انتي، طبعا انتي من حقك تعرفي، كنت مفضل تسمعي مني مو من حدا تاني، بس انا كنت مجبور خبي عنك بس من شان ما يتأثر علاجك. دكتورك يلي نصحنا انه ما لازم تعرفي. طيب كيفه هلأ؟ منيح، صدقيني هو منيح. ما رح يقدر يمشي مرة تانية؟ ما رح يحكي ابدا؟ الله كريم ودائما في أمل، ما لازم نقطع الأمل. بمتابعة العلاج وبدعائنا دائما رح يتعافى إن شاء الله. الدكتور يلي متابع بابا شاطر كتير، يعني هو دائما عم بيحاول يطمننا ويفائلنا وعم بيقلنا إنه ما في شي مستحيل. بعدين خالي قوي، رح يتجاوز هاي المحنة. بصراحة نحن بغيابك عشنا مشاكل وفترة صعبة. بوعدك بعدين خبرك بكل شي صار، وكل شي بدك تعرفيه بوعدك انه رح تسمعي مني. بدك تحكي لي كل شي، حتى الشغلات اللي بتزعل. ايه حتى لو زعلتي شوي رح يكون كتفي موجود لحتى تبكي عليه. شوفي ريحان هاد بجنن. ايه عن جد؟ يي، وفي واحد هون كمان كتير عجبني. هلأ هنن حلوين بصراحة، بس حسيتهم معجوقين شوي. ما في شي سادة أكتر. بعدين هي تاني مرة منتزوج. لا هي بتعتبر أول مرة. صح، بعدين انتي أول مرة ما لبستي فستان عرس. وحتى لو لبستي بدك تنقي أحلى واحد. هاي المرة كلياتنا فرحانين لك من قلبنا. شوفوا أنا برأيي هذا أحلى واحد بيناتهم. أي فعلاً كتير أكابر. شوفي القصة والقماشة بتجنن. إذا بتلبسي هالموديل رح تطلعي مثل الأميرة، بجنن ريحان. ما في أحلى من هالموديل. خطرت لي فكرة، تعرفي إنه هاد كان رح يلبق لك كتير، هاد النمط يلي بتحبي. إيه عن جد نارين، خلينا نرجع نعمل لكم عرس انتي وكمال، انا موافقه على الفكره. اذا انتي حابه. حاجه بقى، شو هالمسحه هي؟ ريحان عم تتهرب مشان ما تنقي، قام طلعت بهالفكره.
لا تتهربي، يلا تفضلي نقي الفستان. ايه بس انا رح ضل مصرة على الفكرة. ما بعرف، انا برأيي هذا مناسب كتير. بجنة رح يلبق لي. شوفي التطريز. ليكي هذا كمان. شو الاخبار؟ تمام. تفضل امير، هي جبت لك المجلات. يسلموا ايديكي. في شي خبر عن امي؟ تمام ليكا، يسلموا. هي المجلات يلي طلبتيها. يا عيني هات لشو، هي المجلات انا طلبتها. هدول فيهم خيارات لأماكن العرس، خلينا نختار مكان. هالمكان بجنن. هاد وين؟ هالمكان على البوسفور، مكان مثل الأحلام بجنن. ريحان شوفي وقلي لي شو رأيك. ايه عن جد ريحان لازم تنقي. بتحسي كأنه في وراكي لوحة، ما رح تلاقي أحلى من هيك. مثل الأحلام عرس على البوسفور، شو رأيك بالفكرة؟ كتير حلوة طبعا، بس عرس ضخم مثل هاد بده كتير تحضيرات. يعني يا ريت نلاقي مكان أصغر وأهدى. طيب قليلي، هذا الفستان ما عجبك؟ بتوقع هاد يعجبك لأنه كتير بسيط. فرجيني. ما حبيته، حتى إذا بدنا فستان لازم يكون تقيل وفي دانتيل مثلا. بدها سادة عم تقول. ايه بس مو سادة لهالدرجة. طيب شوفي هذا الخيار التاني، في دانتيل. طلع ريحان شو رأيك، أي أحلى، هاد ولا اللي قبله؟ برأيي هاد أحلى. تفضل. أهلا وسهلا. يسلموا نيجار. يسلم ايديك، بس بلشي جهزي لنا القهوة كمان لأنه شكله قعدتنا طويلة. يسلموا ايديك. تكرم عينك، ما في مشكلة. يسلموا ايديك نيجار. أنا بعملكن القهوة. ماشي، إذا أنتي بدك تحضريها معناتها بلا الشاي. طيب خليني أجي معك لساعدك. هي توترت شوي، لا تضغط عليها، اتركها على راحتها. شو ريحان، انتي منيحة؟ منيحة ما فيني شي. أنا كتير مبسوطة، بس بحياتي ما تخيلت أني أعمل عرس كبير وضخم. يعني بكفي يكون عرس بسيط نعزم عليه الناس اللي منحبهم. إيه الحق معك، بس أنتي مانك جاي عروس على عيلة عادية، هي عيلة تارهون لعلمك. إيه مزبوط. ليكي أنا بفهم توترك يلي عم تحسيه طبيعي، بس صار الوقت ضيق وفي كتير تحضيرات. التوتر حلو بهالمرحلة، ما في عروس ما بتكون متوترة، بس كمان استمتعي بكل لحظة، انتو لازم تفرحوا. أنا كتير مبسوطة ناري، يعني أنا فرحانة لدرجة حاسة حالي عم بحلم، أحلامي عم يتحققوا. أنا ما بدي أصحى إذا كان هاد حلم. بتعرفي شو متمناي؟ الله يفرح قلبك وتحبي من قلبك وتعيشي السعادة اللي أنا عم عيشها. ما في شي أحلى من الحب. نسيت القهوة والتهينا بالحكي. أنا رح أحط الفنجين. بتلاقيهم بالغزانة اللي بالنص. تمام. إذا غلطت بشي قليلي، يعني معقول ما قررت لأني عم بضغط عليها؟ لا، التوتر يلي هي فيه طبيعي، ما في عروس ما بتتوتر قبل عرسة، هذا الشي عادي بهالفترة. ما تاكل هم. وطبعاً إذا عندها حماية مثل أمي عادي إنه تتوتر أكتر. مزبوط، ما بلومة.
أكيد بتكون خايفة أمي تعملها شي مشكلة. ما أنا مبينة وين بدها تكون؟ مين؟ أمي. تعرفي كل ما بتذكر اللي عملته بحس حالي رح جن. خايف يكون في شي براسها، شي مصيبة جديدة. أبصر شو اللي عم بتخطط له. وين بدها تكون يا ترى؟ يلا القهوة جاهزة. يلا جاي. شكرا كتير. صحة وهنا. يسلم ايديك. صحة وهنا. يسلموا هاليدين. ألف صحة وهنا. مع مين كنت عم تحكي كمان؟ مع شركة التنظيم. إيه، وأنا كمان كنت بدي أحكي مع رفيقتي شوي وبرجع لكم. إيه، أنا طلبت من عمي إنه هو يزبط مع شركة التنظيم. إيه كتير منيح. الزينة والأكل والكيك بدكن تنقون. يا ريت تاخدوا كتف عنا شوي أنت ونارين. نحن مو حابين نفوت بهالتفاصيل، وهيك كمان بيكون كل شيء مفاجأة لنا. الفكرة بتجنن. ماشي من عيوني. طيب نحن منحلها، ارتاحوا انتو. عن جد شكرا. معناتها ضل قدامنا مشكلة واحدة، أمي. رايحة وما أخذت الكاميرا. غبية يونجا. ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى، عمر مانا الهوى ونعزنا، واللي شبكنا يخلصنا. منيح إنه مالهم بالبيت. يلي تسجل فيها بكفيني لشوف شو رح يصير لما تنكشفوا. أنا إجيت بس لأخذ أغراضي. لوين رح تروحي؟ أنا استأجرت بيت وأخيراً لقيت شي مناسب. حابة بس أشكركن على وقفتكن معي. بعتذر إذا زعجتكن. نحن عملنا واجبنا. بدي أعمل شاي بتشربي؟ شكراً، غير مرة إن شاء الله. بدي امشي.
ليش هيك عم تتطلع؟ لا ما فيني شي. انسى ما لها عم تغار علي ومو فارقة معها. بعد المحكمة نحن ما في شي بيجمعنا، هي رح تمشي، بس أنا شو بدي أعمل؟ بيحبها لنارين.